إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إن هذا الموضوع الذي وقع الاختيار عليه، وهو وجوب الرجوع إلى العلماء، موضوع مهم للغاية، بل كما يقال هو حديث الساعة، فإن بالرجوع إلى العلماء يأمن الإنسان بإذن الله عز وجل من الفتن والشرور. ولذلك وصى الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم بقوله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد جاء في تفسير أولي الأمر أنهم العلماء والأمراء. إن الرجوع للعلماء، إخوتي في الله، هذا الموضوع طرقه من هو خير مني، العلماء أنفسهم، وبينوه لتلامذتهم، وكتبوا المؤلفات في ذلك، وأنه أمر من أمور الدين، وركيزة من ركائزه العظيمة، بل هو من أعظم سمات أهل السنة والجماعة أنهم يعودون إلى علمائهم ولا يتقدمونهم ولا يسبقونهم إلى القول، بل إنهم يكونون وراءهم ويأخذون بكلامهم ولا يصدرون إلا عن رأيهم، فهم يتبعون ولا يبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون. وإن العلماء أثرهم على الأمة عظيم، وقد وصفهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل بوصف عظيم في أول كتابه الرد على الجهمية، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا علان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وانتبه لقوله رحمه الله: الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. فأهل العلم يقومون مقام الأنبياء، هم ورثة الأنبياء. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما، يقول: إن إيصال السنن إلى الناس أبلغ من إيصال الرماح إلى حلوق الأعداء. إن إيصال السنن إلى الناس أبلغ من إيصال الرماح إلى حلوق الأعداء، وذلك لأن إيصال الرماح إلى حلوق الأعداء يحسنه أي أحد، أما إيصال السنن إلى الناس فلا يحسنه إلا ورثة الأنبياء، جعلني الله وإياكم منهم. فورثة الأنبياء هم الذين يوصلون العلم إلى الناس، فأثرهم عظيم على الناس. ولكن انظر إلى أثر الناس عليهم من الطعن فيهم وتقبيحهم والكلام عليهم وغير ذلك من الأمور التي توهن في قلوب الناس عظيم حقهم والرجوع إليهم. فتجد أن كثيرا من الناس، إلا من رحم ربك سبحانه أنه يعرف حق العلماء. ورحم الله الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله إذ يقول: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. ولذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض، وإن من مقتضى هذه الحراسة أن يكونوا متيقظين فطنين لأعدائهم ولمن يريد أن يدس السم في العسل. أهل تفطن، وأهل حنكة، وأهل فقه، وأهل حلم، يعرفون من يريد الخير ومن يريد الشر، ولو جاء بلباس ناصح، ولو جاء بلباس الحق، فإنهم يعرفونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الحارث المحاسب: ذاك لا يعرفه إلا من خبره. فإن العلماء يعرفون أهل الحق من أهل الباطل، ولو لبس أهل الباطل ما لبسوا من ثوب الحق. والله سبحانه وتعالى قد بين لنبيه سبيل المجرمين، ولذلك كما قال عمر رضي الله عنه:
لست بالخب ولا الخب يخدعني. إن العلماء يا إخوة إذا أقبلت الفتن كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، عرفها العلماء، إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. ولذلك كان لأهل العلم الأثر البالغ على الناس، فإنهم يرشدونهم ويحذرونهم وينصحون لهم، ولا يهتمون بأعراضهم إذا تكلم فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، وإنما إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب صلى الله عليه وسلم.